احنا يعتبر خلصنا كل حاجه ما عدا اللي هي الكونتنت. وزي ما اتفقت مع حضراتكم ان الكونتنت ليه تدريب مخصوص ليه، ان شاء الله هنبقى ناخده مع بعض. نقفل بس كل الصفحات الزياده دي، ما عادش لها لازمه، مش هنشتغل بيها حاليا، دي ليها وقت تاني خلاص. وكل ده تم توضيحه. تمام، خلاص. الجزئية الأخيرة جزئية بسيطة جدا، هي مهمة خاصة بتقسيم المحتوى. طبعا الأنشطة دي هعلمك فيها إيه؟ إزاي تحط نشاط فيديو، تطلب من الطالب نشاط فيديو أو يرفع لك هو فيديو وأنت تقيمه. الواجبات إزاي تعمل واجب، الاختبارات إزاي تعمل اختبار. الواجبات والاختبارات دي مش معايا خالص، دورة تانية خالص مع المهندس إيه السعيد. بس ممكن يعني لو كده ممكن اراجع لكم عليها، احط اختبار سريع وواجب سريع، ما فيش مشكله. بس بندي فرصه للدوره بتاعت الواجبات والاختبارات ان هي تتم يعني، وانتوا ايه تكونوا جاهزين ليها يعني. خلونا هنا في الدروس الاسبوعيه، احنا هنا بنقسم الدروس لاما اسبوعيا او بنقسمها تتابعيه كده، الاسبوع الاول الثاني الثالث الرابع. فاحنا بنقسم المحتوى الخاص بالاسابيع. طبعا المحتوى ممكن بتاع الاسبوع يكون اكتر من ملف، طبعا احنا بنستخدم طريقه ان الملفات تكون مواضيع صغيره او ملف مجمع للمحاضره كامله، ولكن يفضل التقسيم. فاحنا هنا بنحط مجلد يشيل الاسبوع كامل، يعني مثلا ضفت دلوقتي انشاء مجلد الاسبوع الاول، يعني مثلا الاسبوع الاول. وفي الاسبوع ده بحط له هنا الاهداف التعليميه، الاهداف التعليميه باجي بقى بكتبها له هنا، يعني واحد اثنين ثلاثة وهكذا. ممكن اقول الاسبوع الاول، وممكن اقول الدرس الاول عشان الدرس ليه اهداف. ماشي الكلام؟ يبقى لي درس اول باهدافه التعليمية وتمام. ارسال 100 100 بقى عندي هنا كونتينر او حاوية للدرس الاول. عايز اضيف الدرس الثاني حاوية ليه برضو، يعني الدرس الاول بتدخل فيه تلاقي تبدأ تنشئ جواه، يعني بيدخل الدروس يلاقي فولدرات للدروس. اللي يدخل الدروس الاسبوعيه يلاقي فولدرات في الدرس الاول وعنوانه والاهداف بتاعته. اقدر انا انشئ مجلد تاني واسميه الاسبوع الثاني، ما فيش اي مشكله. وبرضو الاهداف التعليميه اللي انا هذكرها، الاهداف التعليميه للدرس، والاهداف دي برضو واحد اثنين ثلاثه ونقول ارسال يعني. فانا عندي بقى عندي اسبوع اول واسبوع تاني، مفيش اي مشكله اطلاقا، والتالت والرابع والخامس. فتقسيمه الاسابيع منين؟ انشاء المحتوى مجلد المحتوى وانت جوه صفحه الدروس. انشاء المحتوى مجلد المحتوى وانت جوه صفحه الدروس. بنيجي نقول هنا مثلا الاسبوع الثالث، فانا جوه صفحه الدروس وبقول له برضو نفس الكلام، الاهداف التعليميه للدرس بتاع، ممكن اقول هو للدرس الثالث، هو محدد حتى ده اكتر واحد يتحدد اهو، واحد اثنين ثلاثه بس واحد يعني. لو قلت الاهداف التعليميه للدرس الثالث يبقى هنا الاهداف التعليميه للدرس الثاني، يعني واضحه. عدل بقى الكلام ده، التعليميه للدرس الثاني. ونعدل ازاي؟ طبعا زي ما انا عدلت كده بروح عند عنوان الفولدر او المجلد، بقى بضغط على السهم اللي تحت واضغط تحرير، تمام، وبيجيب لي هنا منطقه النص، بقوم مزود او امسح او اعدل للدرس الاول، تمام، واعمل الفونتات واعمل بولد وايتاليك، وعندي ثلاث دروس جميله جدا. تعالوا مبدئيا نشتغل في الدرس الاول. عايز احط في الدرس الاول محتوى، يعني انشئ فيه محتوى سريعا. عايز احط فيه ملفات، الملفات دي تكون بشكل PDF مثلا. فمثلا الدرس الاول او اسميه الدرس الاول ده ملف PDF، بستعرض من الملفات المحليه واشوف لاي ملف PDF عندي هنا، وليكن PDF الدورات التدريبيه، ده الاعلان، اعلان التهيئه بتاعت الدورات التدريبيه دي، دورات قديمه خلصت يعني، كانت في شهر 8، هاخده. تمام، الدرس ده يتفتح في نافذه جديده، نعم بما انه PDF يتفتح في نافذه جديده، تمام، فتتبع مرات عدو مش عارف ايه وارسال. يبقى انا كده قدرت ارفع PDF يبقى موجود للطلاب. طب هل انا اقدر ارفع
زي ما رفعت PDF، هل اقدر ارفع اي انماط اخرى زي الصوت والصور؟ طبعا الصوت مش وقته يعني، هناخد الصوت والصور والفيديو كل ده نقدر نرفعه هنا. طبعا الاصل انك لازم تحط المحتوى اللي بتسري بيه الدرس الاول او محتوى الدرس الاول لطلابك يعني، بطريقة PDF زي ما انت شايف كده، او صورة او صوت او فيديو او كلام منه. نفس الكلام في الانشطة، انا ممكن احط نشاط هنا، نشاط مشاهدة فيديو، يعني اجي في الانشطة هنا واقوم عامل مجلد محتوى واقول ايه النشاط الاول، النشاط الاول ده نشاط مرتبط هنا، اكتب له هنا النشاط الاول مرتبط بالدرس او الاول. ممكن احط انشطة الدروس داخل الدروس نفسها يعني، جوه الدرس احط محتوى وانشطته، انا حر يعني، مرتبط بالدرس الاول. هنا ممكن يغطي مثلا الدرس الاول والثاني والثالث، اهو يعني بيغطي 3 دروس، عشان كده اهرب من حتة انت ليه يا عبد الرحمن ما حطيتش النشاط جوه الدرس الاسبوعي، جوه الدرس الاول، بما ان كل درس ليه نشاط حطوه جواه. طيب انا دلوقتي خرجته، ليه خرجته؟ عشان ده بيغطي 3 دروس مع بعض ماشي، ويعتمد على مشاهدة الفيديو وحل اختبار بعد المشاهدة. بسيطة جدا، ده كده انا عندي هنا ايه كده، خلاص فولدر واضح فيه النشاط الاول وكده. الطالب يدخل جوه النشاط المفروض يلاقي فيديو. طب انا اضيف له ملف الفيديو منين؟ اقدر اضيف له فيديو من اكتر من مكان، وليكن ان انا بجيب من اليوتيوب، عندي هنا بدور بقى عن الكمبيوتر، اي حاجة ليها علاقة بالكمبيوتر ماشي الكلام، وباللغة العربية. انا طبعا ببقى لو انت عارف لينك الفيديو بتاعك هاته، تكتب اللينك وتجيبه وتمام. طبعا انا ارشح انك انت تكون جايب لينكاتك، انت لو كتبت اللينك اي لينك فيديو هنا هيجي لك، لو انت طبعا عامل فيديو ورافعه على اليوتيوب وكلام من ده. طبعا بشكل سريع هو بيسيرش على قد ما يقدر، ويتنج فور يجيب الداتا، فجاب لي داتا يعني هنا، ده الدرس الاول هاته، ده درس من الدروس عندي هنا فيديو. فبيسألني بقى ده الدرس، خلاص انا ضفت الفيديو دوت، عايز احط وصف حط، مش عايز تحط وصف خش، بيقول لك عرض صورة مصغرة ولا مقطع فيديو مضمن، خليه مضمن عشان يبقى كبير ماشي، خليه مضمن، اظهار العنوان، اظهر العنوان مش فارقة، اظهار معلومات، لا هو ممكن تخبي عن الطالب المعلومات واليوتيوب، بيقول ارسال. هتجد هنا انك قدرت تحط له هنا في النشاط فيديو، تقدر تحط له بعدها اختبار يعني. انا قدرت احط الدروس الاسبوعيه قسمتها فولدرات، وجيت للدرس الاول حطيت له PDF، الطالب بقى عنده الاشياء منظمه والانشطه، جيت في النشاط الاول حطيت له فيديو جايبه هنا من على اليوتيوب، الطالب يضغط بس كده يشاهد، ويضغط كده ايه يقدر ليه ويكبر الدنيا، لو في اعلان بس شويه مش اعلان هيبدا يشاهد الفيديو وظيفة كده الشاشة شايف زي ما انتم شايفين مستقبل كده اهي، كلام من ده، يستطيع انه ينتقل لليوتيوب او يظل في مكانه، ما فيش اي مشكله يشاهد من النافذه دي ماشي الكلام. عنده طبعا هنا ايه كل اعدادات التحكم، حتى لو في ترجمه بتتحط بيقدر يجيبها، ولو هو على حسب الامكانيات الموجوده في الفيديو يعني، كل ما هو ليه علاقه بالفيديو في اللي فيه كله بيجيبه ماشي. طبعا الواجبات بشكل سريع جدا هي جزء من التقييمات، ودي لها دورة خاصة، ولكن انت تستطيع انك تطلب من الطالب انه يقدم لك واجب، انه يقدم واجب في شكل الواجب الاول عشان بس نمهد للجزء اللي جاي بعد كده، ونصف هنا انا عايز 1 2 3 من الطالب ماشي الكلام. المفروض الطالب هنا بيرفع لك ملف تاريخ الاستحقاق، لو فيه الكلام ده تاخدوه بقى مع في دورته، جعل الواجب متاحا ارسال. انا كده طلبت واجب النقاط بتاعته من درجتين بس، ارسال بقى في عندي حاجه عليها درجه، لو الطالب دخل في درجاتي هيجد ان في واجب، اول حاجه فين درجاتي اهي، هيجد ان مطلوب منه واجب عليه درجتين، ما فيش اي حاجه، ما فيش ده اول حاجه عليها درجات يا جماعه نحطها،
اول حاجه عليها درجات نحطها. نفس الكلام في الاختبار، خلاص حطيت درس PDF وحطيت واجب عليه درجتين.